يمكن في حاجه انتوا ما تعرفوها، انه احنا الحضر برضو نفهم في الشعر وفي القصايد وفي كده. احنا كنا زمان ايام ما كان في تلفونات، ما كان في الواتس ورسائل، ما كان في شغلنا كله، كان كلامنا كله ورسائلنا وردودنا في الشعر، بس نرسلها كده تنتشر في الحارة بين الناس كده. يعني نفس نظام القبائل والعشائر هذه اللي في وطحة وبين عجلان وكده، هداك اللي ينقل القصايد بالربابة وينقلها بين الناس. يعني تتذكروا انتوا لما كان يجي يجيب القصيدة ويقولها في القبيلة الثانية، وصاحب المعنى يعرف انه هو المقصود بالقصيدة. يعني إذا كانت البنت مثلا هي مقصودة في القصيدة، يعني يبغى يسمعها، تقوم هي تسمع من ورا الخيمة. وبيني وبينكم أنا جات قصيدة كده وحسيت إنه كأنه أنا اللي مقصودة فيها، وبدي أرد على القصيدة. أنا أوريكم هي دحين. يعني كانت في القصايد يسمونها بعضها يسموها إيش؟ الكسرة. لكن عندنا الحضر إحنا نسميها الجبرة، يعني يقولك كسر وجبر، يعني زي كده.